بسم الله الرحمن الرحيم. سنتابع في مادة Surveying for Civil Engineer المساحة للمهندس المدني. نبدأ Chapter 6 Contouring، رسم خطوط الكنتور. Topography. التوبوغرافيا is a physical and natural features of the land، هي عبارة عن كافة المعالم الفيزيائية والطبيعية الموجودة على سطح الأرض. هاي المعالم قد تكون هي عبارة عن أنهار، عن الوديان، عن الجبال، إلى آخر كافة المعالم التي نراها على سطح الأرض الطبيعي، الهضاب. بينما التوبوغرافيك ماب، خريطة توبوغرافية أو أحيانا نسميها كونتور ماب، is a two-dimensional representation of a three-dimensional space، هي عبارة عن تمثيل ثنائي البعد للفراغ ثلاثي الأبعاد. It uses contour lines to show elevation، هي تستخدم خطوط الكونتور لإظهار البعد التالي. بمعنى الخريطة الطبوغرافية تمثل كافة المعالم الموجودة على الطبيعة التي نراها، سواء كانت الطبيعية أو كانت الصناعية من صنع الإنسان، طبيعية جبال، الهضاب، الوديان، الأنهار إلى آخره. بينما الصناعية مثلا الأبنية، عندك الأبنية، الطرقات، كل هالمعالم، الأشجار، الحدائق، هاي المعالم اللي نحن بنشوفها يتم رفع على الخريطة الطبوغرافية، وبالتالي نحن نرفع احداثيات النقطة X و Y، بينما البعد الثالث يظهر على الخريطة باستخدام خطوط الكونتور. إذا مثل ما قلنا topographic map shows natural features أو man-made ones، إذا هاي المعالم كلها اللي بتكون موجودة على الخريطة. contouring، هلأ ما الفرق ما بين الكونتورينج والكونتور لاين؟ الكونتورينج is the process of tracing contour lines on the earth's surface، هي عبارة عن تتبع لخطوط الكونتور على سطح الأرض. هي هنا الكونتورينج هي الآلية التي من خلالها نستخدم القياسات حتى نبني خطوط الكونتور. بينما الكونتور لاينز هو عبارة عن الخط، هذا الكونتور لاينز is a line drawn on a plan joining all points of the same height above or below some detail، إذن هو عبارة عن الخط الذي يمر من النقاط التي لها نفس الارتفاع. إذن هذا الفرق، إذن contouring تماما كالفرق ما بين الماب والمابينج. الماب هي الخريطة المرسومة قدامنا بنشوفها، سواء كانت على الكمبيوتر ديجيتال أو كانت ورقية البيبر ماب. بينما المابينج هي عبارة عن البروسيس، الهدف منها استثمار القياسات والمعالجة القياسات وإجراء الحسابات وأعمال الرسم حتى نبني الخريطة. بنلاحظ هون شكل خريطة طبوغرافي. طبعا الخرائط الطبوغرافية وانتظر عليها خطوط الكونتور تمثل بعد التالي، تظهر عليها المعالم الطبيعية. لأن الخرائط الطبوغرافية في عنا مقاييس إلى مختلفة، في المقاييس الكبيرة متوسطة والمقاييس الصغيرة. طبعا نحن حكينا مقياس الخريطة، كل ما كبر المقياس تكون المساحة المسقطة على الخريطة أو المرسومة على الخريطة تكون هذه المساحة صغيرة، ولكن تفاصيلها الديتيلز فيها عالي، كثافة الديتيلز. بينما كلما صغر مقياس الخريطة تزداد المساحة الممثلة على الخريطة، ولكن التفاصيل بتكون أقل. هلأ a contour line represent an imaginary line of intersection between a level and the ground surface، إذن هو عبارة عن خط، هذا الكونتور لاين يمثل أو يمثل كخط وهمي. هذا الخط عبارة عن تقاطع اللي هما يسمى الليفل، مستوي اللي سميناه الهوريزونتال بلين، and the ground surface وسطح الأرض. نحن عنا ذكرنا إن نحن عنا بالنسبة إن خطوط الارتفاعات، عندك هذا سميناه المين سي ليفل، وعندنا الارتفاعات عبارة عن مستويات توازي هذا الخط. مثلا ارتفاع هذا المي 100 متر، ارتفاع المي 110 إلى آخره، هاي مستويات توازي المين سي ليفل، هاي المستويات. وبالتالي تقاطع المستويات المتوازي مع سطح الأرض مثل ما احنا شايفين هون بيكون لنا اللي هو ما يسمى الكونتور لاين. هذا خط عندك، هذا عندنا خط آخر، هذا خط آخر، مستويات. تبدأ من مستويات مثلا عندنا هنا ناقص 50، 50، 150 إلى آخره.
التباعد بين المستويات هاي، المسافة هاي الفيرتيكال نسميها كونتور انترفال، اللي هي الفترة الكونتوري. هاي الفترة الكونتوري بين خطوط الكونتور على الخريطة تكون ثابتة ولها قيمة محددة، متر، مترين، 3 أمتار. هاي تتعلق بمقياس الرسم واحد، وتتعلق أيضا بشكل كبير بطبيعة التضاريس الموجودة على سطح الأرض. Contouring is the commonly used method of showing height. إذا هاي طريقة شائعة الكونتورينج لحتى نظهر هالارتفاعات، مثل ما قلنا نظهر الارتفاعات على الخريطة عن طريق رسم خطوط الكونتور. Contour plans can be produced from a variety of survey data. طبعا خطوط المستوى الخرائط الكونتوري او مخططات الكونتوري ممكن ان تجي من مختلف انواع القياسات المساحيه، عندنا باستخدام توتال ستيشن، جي بي اس، استشعار عن بعد، الفوتوغرامتري، المساحه التصويريه الى اخره. طبعا كونتور مابس ار very useful since they provide valuable information about the terrain. طبعا بتفيدنا بشكل كبير خرائط الكونتوري لانه بتعطينا فكره عن سطح الارض اللي هو surface او بنسميه terrain او land surface، بتعطينا شكل عن طبوغرافيه الارض، وين المناطق الاعلى، مناطق الاخفض، وين نقاط الميل الشديد، تمام، نقاط اللي بصير فيها جريانات المياه. كل هالاشياء بتوضحناها خطوط كونتور. وين بنستفيد منها هالاشياء هاي؟ طبعا لها استخدامات كتير في مجال الروتس، اللي هي روتس اوف ذا ريلوي، روتس، كانالز، سور الى اخره. هاي الروتس بنقصد فيها مسح المسارات. هاي مسح المسارات في كل شيء له يمثل بشكل لاين، مثلا طريق، خطوط السكك الحديدي، القناه، خطوط الصرف الصحي الى اخره. بتفيدنا بشكل كبير هاي لإجراء أعمال الموازنة ما بين كميات الحفر والردم واختيار الميول المناسبة لأعمال المسارات. أيضا Earthwork can be estimated for civil engineering projects. كميات الحفر والردم حتى نحن نحسبها في المشاريع دوما نحتاج إلى الخرائط الكونتورية. وأيضا في مجال الهيدرولوجي نحتاج إلى ما يسمى الكاتشمنت إيريا، هي مناطق الكاتشمنت، في عنا مثل ما حنشوف جريانات ستريمز. هاي جريانات عند الهطول المطري تبدأ الجريانات هاي بالمياه، إذا تتجمع فيها المياه لتنتقل إلى أخفض منطقة. هاي أخفض منطقة نسميها كاتشمنت إيريا. هاي المنطقة مفيدة جدا في حال المطلوب بناء السد، السدود بتهمنا نعين هالمنطقة لأنها تمثل منطقة تجمع المياه. ايضا انترفيزيبيليتي اوف بوينتس، اللي هي تبادل الرؤيه بين النقاط. وين بتفيدنا هاي؟ بالكوميونيكيشن تاورز، ابراج الاتصالات. انا بدي اشوف عندي برج، مقدار هالبرج قديش حيقدر مثلا برج الاتصال يغطي لي المنطقه، وبالتالي ما يكون في حواجز او عوائق، تمام. هاي بفيدني بشكل كبير. ايضا باعمال الميليتري، اعمال العسكريه مفيده ايضا خطوط الكونتور للتخطيط الاستراتيجي. مثلا بدك تحط انت المدفعي ضمن بحطها بنقاط بحيث تكشف العدو، نقاط العدو. هاي بيهمنا ايضا بشكل كبير. طبعا لو اخذنا نحن طلعنا على الشكل هذا، نلاحظ هذا المنسوب الوسطي لسطح البحر، هاي النقاط اللي هي اخفض من سطح البحر، وهي عندك النقاط على سطح البحر هون، وهون عندنا النقاط اللي فوق سطح البحر. اذا هذا ارتفاعه صفر، هذا ارتفاعه السالب، إذا هذا الصفر بيكون الارتفاع على المنسوب وسط سطح البحر، هنا أعلى من سطح البحر. طبعا حتى نتخيل خطوط الكونتور حنبدأ بحبة البطاطا. مثلا حبة البطاطا، لو جينا لحبة البطاطا هاي، نفرض إنه نحن بدنا نرسم خط كونتور كل 1 سنتي لحبة البطاطا، وبالتالي هالواحد سنتي بنشوف نحن على هالمستويات تم نحرك هيك على طول الواحد سنتي، فحيرسم معنا هذا أول خط، بعدين الخط الثاني، بعدين خط اللي بعده بعد سنتي، 1 سنتي، بعدين عند 2 سنتي، بعدين 3 سنتي، بعدين عند 4، عند 5، إلى آخره. عم نرسم نحن الخطوط على داير حبة البطاطا. بعد أعمال الرسم حنلاحظ لو جينا لحبة البطاطا هاي حنشوف هالخطوط هاي في المستوي، حتظهر معنا بهالشكل هذا. هذا عندك الخط الأول، نفرض هذا خط الواحد، بعدين هذا بيجي عندك خط 2، هذا 2، الارتفاع 2 متر، 2 سنتي، هذا خط 3 سنتي، خط 4 سنتي إلى آخره.
هاي الخطوط تبدأ من الأخفض إلى الأعلى، وبالتالي دوما نحن بنقول تمثيل الهضبي، هاي الهضبي تمثيلها هي عبارة عن خطوط مغلقة تبدأ من الخط المنخفض إلى الخط المرتفع عند الذروة، وتختلف طبيعة الذروة حسب طبيعة ذروة الهل. كل ما كانت هاي الذروة مسطحة أكثر تكون خط الكونتور، أو يكون خط الكونتور الأخير المساحة له أكبر. مثلا هذا خط، لو لاحظنا هون عنا هاي حبة البطاطا الأولى من أعلى حنشوفها حتطلع معنا هالشكل. لو كانت حبة البطاطا في عندنا نتوء أول نتوء تاني، يعني معناها كأنه عندنا هضبة أولى، البيك أولى والبيك تاني، قمة أولى قمة تاني. كيف حيكون شكلها هاي من فوق؟ لو طلعنا حنشوف خط هيك بهالشكل هاد، بعدين تبدأ القمة الأولى بهالشكل هاد الشكل هاد، بعدين عندك القمة التانية بهذا الشكل. هاي تمثيلة، هاي عبارة عن خطوط مطول. لاحظ هنا في عنا قمة أولى هون، وهون في عنا قمة ثانية، البيك بنسميها. إذن يعني وكأنه عنا هون جبل في هضبة أولى هضبة تاني. لو طلعنا على هالشكل هالجبل هاد، وتخيلنا إنه عم يتقاطع هذا في مستويات، هاي سميناها اللي هي horizontal plane أو level plane، اللي هو مستوي الارتفاع موازي للديتوم. هذا ارتفاعه 1000، 1500، 2000، قلنا نحن الفترة الكونتوري ثابتة على 500 متر، 2000 إلى آخره. طلعنا هالشكل هاد، هالرسم هاد، نفرض طلع هذا الشكل رسمه. هذا الشكل اللي هو خطوط الكونتور، لو أخذنا على هذا الخط مقطع ورسمنا بناء على الارتفاع حيعطينا شكل الترين. كيف يعني؟ هل عندنا هذا الخط الأول، هذا الخط الأول اللي رسمناه، هذا الخط الأول، هذا الخط الثاني، هذا الخط الثالث إلى آخره. إذا يمثل، لاحظ وقت بيكون هون الميل هون شديد بهاي الجهة، لاحظ خطوط الكونتور حتكون متقاربة، الميل أخف حتكون خطوط الكونتور هون بهالجهة هاي متباعدة. هاي أول نقطة، إن كلما تقاربت خطوط الكونتور كلما كان الميل شديد، وكلما تباعدت خطوط كونتور كلما كان الميل خفيف. طيب حتى نرسم أي مقطع، ممكن ترسم أي مقطع اللي هم سميه بروفايل بأي اتجاه. لو أخذنا هذا الاتجاه شلون حنرسم مقطع؟ حناخذ هاي المسافات، المسافة الأولى لنقاط التقاطع ما بين الخط وما بين خط الكونتور، هاي النقاط كلها بالكامل. حنبدأ أول شيء نقطة نقطة، هاي النقاط منقول هاي المسافات حيناها، بعدين حنرفع من هاي المسافات. نفرض هذا الارتفاع كان عندنا أخفض ارتفاع، هو عبارة عن ارتفاع نفرض الألف، فمنقول هذا فرضنا، إذا فرضنا إنه هذا التسامي، أو فينا نفرضه ألف، هذا التسامي. هلا بنيجي أول نقطة، هاي النقطة الأولى هذا الخط هذا ارتفاعه ألف، ألف تسامي من تفرق المي، بمقياس نحن بنحدده حنرسم أول نقطة ارتفاع، بعدين النقطة الثانية ارتفاع، بعدين النقطة الثالثة، توصل بيناتهم بخط بيعطيك شكل البروفايل اللي هو الشكل التضاريس وفق هذا المقطع. لو طلعنا على هالخريطة هاي، عندك سطح الأرض الطبيعي هذا الترين بهذا الشكل هون، هون عنا الخريطة. هنلاحظ لو عملنا دراسة لهي الخريطة، بنلاحظ هون مثلا هل القمم هاي كل ما بيكون هون، لاحظ هاي في عندك خطوط كونتور متقاربة، الميل شديد، هون خطوط كونتور متقاربة. لاحظ هاي النقاط هاي هون عبارة عن جريانات، هاي كلها عبارة عن جريانات، وبتصير في هطول مطري بتتجمع المياه هون وبتجري من هالمناطق هاي، هاي جريانات، كلها هاي جريانات، تمام؟ هالجريانات هاي وقت بيكون عندنا جريان، لاحظ هون في عندك جريان أيضا هون، وهون في عندك جريان بهالشكل، بعدين هاي بتتجمع هون الخطوط كلها وبتنزل لتحت حتى تروح على الكاتشمنت اللي حكينا، هون عندنا أيضا جريان آخر هون، تمام؟ هون عندنا جريانات. وين في جريانات؟ لاحظ هون هاي جريان، دوما خطوط الكونتور بتكون إلى شكل حرف V، هذا الجريان بيكون إلى شكل الحرف V عند الجريانات بهالصورة هاي. هاي الجريانات إلى شكل حرف V، القمة هون للحرف ال V هاد يكون عند الارتفاع الأعلى، وبالتالي منه بنحدد جريان المياه، بنقول دوما جريان بهذا الاتجاه. إذا هاي القمة، هاي القمة الثانية، هاي القمة الثالثة، تمام؟ وبالتالي جريان المياه هنا الستريم بيكون من الأعلى إلى الأسفل.
إذا وين في جريانات بيكون شكل خطوط كونتور إلى الشكل هذا. ليش الشكل V أو U؟ السبب نحن لو نظرنا إلى النهر وقاطعناه بمستوي، تقاطع المستوي مع النهر هيكون له شكل هالحرف V، بدنا نتخيله. وبالتالي هذا الفي دوما، الفي قمة الفي أو رأس الفي يتجه دوما إلى الارتفاع الأعلى، ويكون جريان النهر بهذا الاتجاه من الارتفاع الأعلى إلى الارتفاع الأخفض. لو نظرنا إلى هذا الشكل بيوضح لك كيف بترسم خط البروفايل بشكل أوضح. هي عندها خطوط الكونتور، لاحظ هون أخذنا هذا بدنا عند المقطع AB، فشو سوينا نحن؟ رسمنا خط أول هون، هذا الخط طبعا مقياس الخريطة على هذا الخط يبقى ثابت. يعني لو فرضنا هاي الخريطة مقياسة، أعطينا هنا المقياس، كان إلى قيمة هالمقياس هذا اللي هو من 0-1 ميل، هذا جرافيكال سكيل، هو نفسه لاحظ حطيناه هون. إذا على الخط الأفقي بالبروفايل عندنا خطين، واحد أفقي محور أفقي والآخر عمودي. الأفقي يمثل المسافات والعمودي يمثل الارتفاعات. الأفقي دوما مقياس ويساوي مقياس خريطة، بينما العمودي نحن نحاول نعطيه مقياس مختلف أكبر، يعني واحد مثلا نقول على 50، واحد على 100 إلى آخره، حسب المقياس، حسب المسافات العمودية، وبالتالي حتى نقدر نظهرها نعطيها مقياس أكبر. يعني ربما هون يكون مقياس 1 على 1000، لكن هون مقياس 1 على 50، 1 على 100، حتى نقدر نظهر الارتفاعات. إذا البروفايل دوما له مقياسين، واحد أفقي والآخر عمودي. بالبداية ناخذ هالمسافات بين خطوط الكونتور، هاي المسافات، ونتقاطع هالخط مع هالخط مع هالخط، خطوط كونتور كلها شو مساوي؟ بناخذها بالمسطرة أو ورقة، إن فينا نثني الورقة، بنرسمها على الورقة، بعدين بنحطها على هالخط هذا. نبدأ بوضع على الخط، طبعاً نبدأ من الـ A مثلاً، نرسم محور من الـ A إلى الـ B إلى آخره، نبدأ هاي النقطة، نفرض هاي النقطة A، أول مسافة، المسافة الثانية، المسافة الثالثة إلى آخره. بنشوف نحن أخفض ارتفاع عنا، لاحظ هنا المسافات كيف منزلينها، هاي مسافة أولى، مسافة ثانية، مسافات كلها نزلناها على هالخط هذا. بنبدأ أول نقطة هاي A، هذا الصفر، هاي اعتبرناه هذا خط 900، عنا أول ارتفاع 980، هاي على 980 هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية على 960، النقطة الثالثة على 940، النقطة الرابعة إلى آخره. بعدين بعد ما نرسم هالخطوط بالكامل نسقطها على المحورين X وY، نبدأ برسم هالخط مثل ما شايفين على الشكل التالي. لاحظ هذا، شايف كيف؟ هون لاحظ هون في عنا جريانات، وبالتالي هون عنا نقطة الوادي هون، لذلك عم تظهر معنا منخفضة، تمام؟ لاحظ هنا الجريان هذا عندك بهالاتجاه جريان، وعنا هذا بالاتجاه، بتجمع اثنين بهذا الجريان، فلاحظ هون شلون عندك شكل جريان هون منخفض، شايف كيف؟ تاني هون عنا جريان آخر، الجريان آخر، لاحظ هون حيطلع منخفض. بينما على الأطراف هون، لاحظ هون في عنا حرف الـ V، طيب هتسألني إنه في هون حرف V وهون حرف V، أوكي، هذا الحرف الـ V هاد على مسار الستريم، هاي النقاط لاحظ هون، على مسار الستريم قلنا دوما البيك إلى متجه إلى الارتفاع الأعلى. بينما هون على أطراف نحن لو عنا النهر، هذا النهر أخذنا مقطع له، في عندك بهالشكل النهر هاد، بهالصورة هاي، هون النهر، وهون عندك أنت الجريانات، هذا الأكتاف. أكتاف النهر هاي، هاي الأكتاف، طبعا هاي الأكتاف وهذا الجريان، عنا نحن بالنسبة إن الجريان جاي من الأعلى إلى الأسفل، وبالتالي بيكون عنا الشكل هون حرف V بهالشكل هذا، هذا الستريم جاي بهالصورة، بالطرف آخر الأكتاف إلى شكل حرف V أيضا، هاي بنسميها بهالطرفات عكس تمثيل الستريم، هاي بنسميها هي الأكتاف أو بنسميها ريدج، مثل ما حنشوف بعدين، هاي الريدج تماما تمثل عكس الستريم. ايضا لها شكل حرف V، ولكن دوما البيك للحرف V القمه تتجه الى الارتفاع الاخفض بحاله الرج، ودوما على اطراف النهر في عنا نحن دوما في عنا رج من الطرف اليمين ورج من الطرف اليساري. اذا بنلاحظ هون في عنا حرف 7، هاي هذا حرف 7 ايضا، او حرف V، او قد يكون حرف اليوم،
هذا يتجه وين؟ إلى الارتفاع الأخفض، وبالتالي هذا بنقول عنه ريدج اللي هي تمثل أكتاف النهر. طبعا عادة على الخريطة الكونتوري نحن ما بنقدر كل خط كونتور نكتب عليه قديش ارتفاعه، السبب بصير الخريطة غير مقروءة من كثر كثافة التفاصيل. فنحن شو بنختار؟ الخطوط هاي بنسميها خطوط اندكس، خطوط رئيسية. هاي الخطوط الاندكس هاي زي هذا الخط 700 800، كيف بنختارها؟ بنعطيها سماكة الخط بيكون أكبر سماكته، وبنعطي كل خط، لاحظ إذا هذا خط 700 وهذا دوما يكون عدد صحيح مختاره، هذا خط 700 700، بنعد 1 2 3 4 5، الخط الخامس بنسميه خط اندكس نكتب عليه 800، معناتها كم خط بيناتهم؟ 5 خطوط، وبالتالي كم فترة كونتوري؟ 1 2 3 4 5 فترات. إذا بنقول إذا بدنا نحدد فترة كونتوري مباشرة بين خط الاندكس الأول والذي يليه 700 وعنا 800، طرح منهم من بعض بيطلع عندك 100. السمة دوما على 5 هذا ثابت بيساوي بنقول 20، معناتها بنقول الفترة الكونتوري بين خطوط الكونتور 20 متر. بهالشكل هاد تحسب الفترة الكونتوري. إذا هذا الخط نسميه خط إندكس وهو خط رئيسي. نحن قلنا أن خطوط الكونتور تمر من النقاط لها نفس الارتفاع. طيب نحن على الطبيعة هل بنرفع نقاط بالجهاز إلى نفس الارتفاع؟ لا، نحن نرفع النقاط. طبعا عادة عنا طريقتين لأخذ النقاط، إما الطريقة بنسميها الجريد. شو معنى الجريد؟ عندك شبكة عم يعني ترسمها على الأرض، تباعد هاي الشبكة حسب المقياس حسب طبيعة الأرض، بتقول 5 متر كل 5 متر مع 5 متر، تقاطع هاي باخذ هالنقاط هاي على سطح الأرض، هاي النقاط بنسميها نقاط الجريد، هاي بنرفعها بحيث تباعدها ثابت بين كل نقطة والتاني في عنا 5 متر أو 10 متر حسب أنت شو مختار. أو فيك تاخذ نقاط بشكل راندوم عشوائي، نقاط عشوائية. مثلا هون الشكل هاد بوضح لك نقاط عشوائية. هاي النقاط المختارين العشوائيين طبعا نقاط إلى ارتفاعات مثل ما لك شايف، ليس لها نفس الارتفاعات، إنما نحن بعملية ما يسمى الاستقراء interpolation. هاي عملية الانتربوليشن نحدد نقاط لها نفس الارتفاع. شو بنحدد النقاط لها نفس الارتفاع؟ دوما نيجي نحن بناخذ النقاط القريبة من بعضها، لأنه وفق قانون توبلر بالجغرافيا بيقول لك إنه النقاط القريبة من بعض هي اللي بتأثر ببعضها، بينما كلما تبعدت نقاط عن بعض بيكون تأثيرها أخف. وبالتالي شو بناخذ نحن النقاط؟ هاي النقطة 118 مجاور إلى مثلا نقطة 142، تمام؟ هاي النقطة نوصل بين هالنقطتين خط، هاد خط بهالشكل هذا. هلا بنقول هذا عنا الخط النقطة هاي، لو جينا النقطة الثانية فيك تاخد ما بين هاي النقطة وهاي النقطة قريبة من بعضها، فيك تاخد ما بين هاي النقطة وهاي النقطة، هاي النقطة وهاي النقطة، النقاط القريبة من بعض البعض تبقى عم تاخد توصل بيناتهم هالنقاط بخطوط. هاي الخطوط نحن عنا هاي النقطة ارتفاعها 118 142، بدنا نمرر مثلا بيناتهم خط 120، وبالتالي بنحدد على هالخط هاد النقطة الارتفاع 120. كيف يعني التحديد على النقطة الارتفاع 120؟ نفرض هون طلعنا على الشكل هاد، عنا عم نمرر هون خط 500 قدم. شو عنا نقاط هون؟ 445 و407. إذا هاي عندك نقطة، هذا خط، هاي ارتفاع نفرض هاي 495 495، وهاي النقطة الأخرى ارتفاعها 507، إذا هاي النقطة 507. نصل بين النقطتين هاد. طبعا بالمسطرة عندك المسافة بين هالنقطة وهالنقطة، فيك تقيسها بالمسطرة هاي المسافة الأفقية بين 507 و500، هاي المسافة الأفقية هاي عنا إياها بالمسطرة. المسافة العمودية هي فرق الارتفاع بين 507 و95، فرق الارتفاع بيناتهم هاي اللي هو يمثل 12 متر. إذا صار عندك مثلث، في عنا 12 معلومة وفي عنا هاي المسافة معلومة. طيب شو عنا أيضا معلوم؟ أنا بدي مرر خط 500، خط 500 هاد نفرض جدلا هون واقع خط 500، نسقط عمود عنا. إذا هذا 500 معروف ارتفاعه، هذا 500، ما بين 500 و495 في عنا فرق 5 متر، وبالتالي صار معروف الارتفاع، معروف هذا الارتفاع، معروف المسافة. إذا استطعنا أن نحدد مسافة ما بين هاي النقطة
وهاي النقطة على المحسوبة حساب، بالتالي استطعنا نعينها هالمسافة من أسقطها على الخريطة ما بين 495 وما بين هاي النقطة. كيف بنعينها؟ نحن عبارة عن تشابه مثلثين، بنقول هذا الطول على هذا الطول يساوي هذا الطول على هذا الطول، فأنا محتاج إلى هذا الطول المجهول عندي، وبالتالي من نسبة التناسب بنعين المسافة هاي، بنحط هاي المسافة على الخريطة، بنقول هاي النقطة بين النقطتين تمثل 500، أيضا بين النقطتين الثانيين هاي النقطة، هاي النقطتين، أي نقاط متجاورة هاي مع هاي، هاي مع هاي، كلها مثل ما بنلاحظ هون، لاحظ هون كيف عم مرر 120 بين هاي وهاي النقطة، أيهما أقرب لل 120 بتكون أقرب لل 118، بعدين من كمل لاحظ هذا خط، هذا خط ال 120 عم يمر، تمام؟ هذا عندنا خط مثلا لو أخذنا خط ال خلينا نمسح هذا مشان يبان معنا بشكل أفضل، هذا خط 120، لاحظ كيف عم بيطلع معنا خط ال 120، شايف عم يمر من نقاط لها نفس الارتفاع بعملية الانتربوليشن، تمام؟ هي تمام؟ هذا بنلاحظ بالشكل هذا. خط لاحظ ما في عندك جريان، اذا كان عم نعطي الشكل حرف ال V، حرف ال V هذا شو سميناه، هذا رج، بيناتهم رج. وشكرا.